كيفاش لافامي كي دايرين؟ مرحبا بكم في فيديو جديد ونتمنى كاملين كاملين بخير. المهم لقيتوني يلاه فقت راه 11 اللي فقت شويه روطار مع البارح السفر وعليا وكذا والسفر راه سمح حوالي فاش كنت نايض من النعاس كاع ما كنقدش نفلوغي والله العظيم. حتى انا مازال ما فطرت كذا هانتوما اللي قلت بلاصتي عبد الصمد سي محمد سبقوني برا حيت دابا خصني ندي الطوموبيل نمشي نركل هذيك الجاجه اللي كنا هرسنا. صادرت مع واحد الكراج غادي يركلها لنا هنا في واحد الفيلاج و ابري ما نديرو داكشي غادي نمشيو نشوفو الخدمه نقلبو الخدمه حيت هاد اول نهار البارح ما درتش بزاف. اليوم هاد اول نهار غادي نخرج نسول على الخدمه نمشيو نشوفو هنا المزرعات. يعني اليوم غادي ندير لكم واحد الفيديو يعني كيفاش الواحد الى جا كيفاش يصوفي راسو كيفاش يسول البلايص اللي يمشي كيفاش يقلب الخدمه. يعني تاناني فحالي بحال واحد يلاه اول مره جا مثلا انا ما عارفش هنا البلايص. يعني غادي نجي غادي نمشي نقلب نبقى نسول في المزرعات وكذا واحد خصو يعول على راسو حيت لو كنت نتنعس في ديك البلاصه راه ماشي غادي يجي شي واحد يدق عليك كل واحد خصك تدير الساو باش يتقلب على الخدمه باش ربي يسهل عليك. يعني نتوما غادي يجي يهزك ويديك تخدم خصك انت عايز تكون كاطبا وتدبر على راسك. المهم بقاو معنا اخوتي واليوم ندير شي فلوق زوين وقول اي حاجه تشدير شي لايك وتخلي شي كومونتير زوين في حقنا. واللي مازال ما دخل عندي الانستغرام يدخل يحيد الحميدي اوفيسيال غادي يخلي لكم ليا لتحت راه كندير فيه شي حاجه زوينه. ليتس جو. المهم لافامي حنا غاديين راني جايب الورق نتاع اللوطو يعني في البيرمي في لاسورانس في كلشي مابغيتش نخليهم في اللوطو لان اللوطو راه مهرس لها الجاج. خفت شي واحد يجي يدي لي الورق واخا يديهم غير ميهم راه تما راه باش كلشي رد هادشي ومن جديد. تحركوا لافامي حنا ركبنا هو السي محمد تهلاو ولي بهاد السيد الرجولة عاد الصمد ها هو اي قال لي عاد الصمد شعل الباب في محمد. قلت له لا محمد غادي يسمع الاسطورة انت تمزك لي هاي الكاسيت تم مختار سمعت الاغاني ولا لا؟ المهم لافامي حنا ريدنا محطة نتاع ليسانس نديرو ليسانس. سي محمد شوف هانتوما حنا دوكا في الخرجة نتاع البويبلو اللي سميتو نيبلا. ها هو تا هو اتاري في واحد القصر نتاع المغاربة وفيه حبس وشي قدير. محمد فين درت لنا الفيتاز اصاحبي؟ واش راك تفوت لتحت ولا؟ كلشي اوتوماتيك. المهم لافامي حنا دخلنا لواحد الفيلا سميتو الروسيان ياك محمد. هذا فيه المسجد. فيه هذا فيه المغاربه فيه المسجد فيه كلشي بعيده علينا بشي 8 كيلومتر ولا غادي نفوت على واحد الدري تا هو غادي يمشي يقلب على الخدمه. ايوا ان شاء الله ما يكون الخير ورا اليوم ما جبناش التوارق باش يخدمونا ياك السي محمد. تحياتي تحياتي ناس تاوريك ناس وجده عبد الرحمن ها هو جينا عنده تا هو غادي يمشي يقلب معنا الخدمة إن شاء الله. مرحبا بوادي الله يحفظك. احنا في روسيا أنا ياك فيها المسجد فيها كلشي وخا فيلا صغير فيه المغاربة بحال راك في المغرب. واحد الشارع هنا كنت ديكم تقول راك في المغرب والله إلا فيفا. المهم نمشيو نقلبوا الخدمة أهلا كيف نوريهم كيفاش الواحد يقلب الخدمة يعول على راسه ومن تا المغرب ما قلتلهمش أودي من قلعة السراغنة ناس قلعة السراغنة هانتوما بانوا راه غادي يبانوا ولاد عمك إن شاء الله. سي محمد كي جاتك التوارق؟ التوارقية هذه فيتاز اوتوماتيك انا نفوت له. هذه فيتاز تاع الالمان كيكون في الجهه الاخرى بصح الموسيقى اللي غادي نبدلوها له نديروا له شي حاجه واعره. انتم راه الكاسيت موجود. اسمع 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 رد عليا التوارق تبارك الله عليكم دير بيه هذا هو الفيلاج راه مازال مشي لهاد الشارع. الا ولينا له في العشيه ولا بلاتي راه نوريه لكم. غادي نمشيو نقلبوا على الخدمه غادي نمشيو شركه بشركه تنمشيو مزرعه المهم اي بلاصه باتنا راه غادي نمشيو نسولو كذا وغادي تحرك الكمال على الله. تماره وين تماره حنا وين نخدمو الراحه راه ماشي زين. انتم لافامي حنا غادي مع واحد الطريق هنا واحد العروبيه نمشيو نشوفوا واحد المزرعه منها ان شاء الله وما يكون غير الخير. ولا لافامي حنا دخلنا الاول المزرعه غادي نمشيو للاداره نتاعهم نسولو. انتم الفريزه هادو ياك محمد الفريزه خوتي انتم راه ما تقلع الفريزه هنا عام وما تساليش هاي شتو ولا هاي انتم يعني الموسم تاع الفريزه كيتحايد في هاد الايام يعني 15 شهر واحد 20 شهر واحد يعني بقات شي سيمانه ولا جوج تبدا. انتم راه صافي بدات كتبان بدات كتخرج الحماريه. انتم اظن دي دون دي تا لوبينو لوبينو هاد الشباك قول لهم علاش راه على حساب الجوش على الباب سول لهم لا من قول لها انت يا الفلاح انت رجل الجوش باش الجوش ما يدخلش سي كرابا سي هكاك باش ما يدخلش ياكلها صافي صافي يعني كي قال لك يا سي امري ها انت مغرب عنده
دي اون ديريتو دي رومانيا انا من سالو دو رومانيا eso trabajando muy bien hermano así es venga cuídate انتما رومانيا انا رومانو المغاربه غيهم انتما شوف شتو الفلاحه تبارك الله شحال واش راهي قرابي فريزه هنايا تاكل العام كامل وما تكملش هاي اضرب الفريزه على قلبك طيب هذيك تبارك الله شحال كاين ولا هادشي كاع ما يساليش انتما شوف يدير لها السباغه ديال المخزن انتما هما يديروا لها الدواء هنا راهم يديروا لها الدواء وكاين شي بلاصه قالنا هنا الروماني صافي بداو يقلعوها يعني شي بلايص طابوا انتما شكرا الدواء باش تنوض ولا باش تنبت ولا كيف الدواء باش تنوض وتطلع هكا كاع دير زي بو ديك روس هادي عاود الفرامبويس هاك يقولها مع توت 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 ها هو التوت هادو درك نريدو نوريكم داك الشيء بالتفاصيل ان شاء الله كون هاني انتم لا فامي ها هي الناس خدامه هنا شفتوا راه في راه تقلع الفريزه فريزه ياك هادي ها انتم شفتوا راه زيد زيد ها انتم السلام عليكم هذا رومان يا والبندر داخلين فيه شحال والله فهمي رحنا هنا جينا بانوا لنا الناس يكون هنا شي واحد مكلف غادي نسولو واش كاين الخدمه واش نقدروا نخدموا كذا الواحد يعول على راسو خوتي ويقلب على المزاريع على الجهد ها انت ولا لا السماء ياك كل واحد يقلب يمشي يسول ومن هنا ومن هنا راه مشي واحد ناعس في الناموسيه غادي تجي الخدمه للدار استنى تجيك خدمه للدار لا لا اللهم تنوض تقلب ها انت والله فهمي ها الفريز انا هزينا عليه النمره سي محمد هو قال شحال قال لك من هاد انا سيمانه قال له سيمانه تبدا الخدمه عطاه النمره قال له باش نعيط لك نجي للخدمه الواحد غير يسول يعني ماشي غادي وراه غير هذا درك تخدم مع شحال من شهر هذا عنده تاع الخدمه درك كنا نخدموا معاه شي 8 شهور وا انتم 8 شهور اخوتي وكاين اللي كيوصل في النومينا والله الا وصلوا 2 مليون وتخيل انت تقعد تجمع غير مليون ونص ونص مليون تخلص الكرا وهذا والله تدير لها بس 8 شهور يعني تجمع راه اللي يخدم راه والله تيدير الفلوس الصماد ولا تاكلوا قول لهم فلوس هذه الخدمه شريت التوارك شريت التوارك هاك هاك انا ما كناكلش الفروت عاد الصامد ياكل حيت هو هذه تاكل الفريزه تاع هاد البلاد ضرب الفريز يلا خوتي نمشيو المهم راكم شفتوا الخدمه راه لقيناها ومشي يعني كان عرفوه ولا عندنا معارف مع جيت سولو قال لك واه سيمانه تسوى الخدمه ميت اصلا هما راه كيجيبوا الناس من المغرب باش يخدموا لهم يعني هما راسهم كيتزيروا خصهم الخدامه المهم لا فامي درك لقيتو غادي نمشي عاود نشوفو شي بلايص اخرى نسولو الواحد يسول ما خاسرين والو غير بغيت نبين لكم بلي راه اللي كيدبر ويسول راه كيلقى الخدمه ولكن داك كاين واحد النوع كيبقى ناعس وكيبقى يعكس الناس يقول لهم لا ما كاينش الخدمه هادي حيت هو عمرو كاع مشى قلب عليها هاد المزرعه فيها حتى التوت تي راه كيخدموها نوريها لكم ونجي انتم انتم شوف شوف تبارك الله شوف هاهو وطايب ماشي ما طايبش والله الا شوف شتو ولا والله الا هنا يعني كاين توتو والفريز هانتوما راه تهمل والله الا انا همنا هنايا بعدا داير بحال شي سوق كبير انا وصلنا للشارع نتا ديك لوسيانا والله لا تقولوا راه حنا في المغرب هانتوما القزاره كاين منا من هنا المهم لا فامي حنا بلاصينا لوطو غادي نضربوا واحد الدوره غادي نشوف شويه قرعه هانتوما حنا في المغرب حنا في المغرب غادي ولفت كي بريسيو اميغو ها هو هذا ولفت شوفوا البركاني ديالنا صور معانا هذا من وزان دنيا هذا تبان في اليوتيوب انا لا مولات عارفه كيف يدير تيك توك القرعة القرعة كاينة دينا البال ايوا صح يلا شحال السي محمد اونيو اونيو ها انتوما اور اونيو باراتو خليفة المغرب المغرب ابو محمد بابي نديرو قهوه ويحن الله انتم والله الا تقول راك في المغرب وهاد الفيلاجات كامل بحال راك في المغرب كاع ما تحسش بلي راك في الغربه انتم لا فامي بالصحه بالصحه محمد المهم لا فامي نشربوا القهوه نتاعنا ونمشيو نكملوا نشوفوا الخدمه نمشي انا ندير الانترنت خصني ندير واحد 8 جيجا ولا باش نحط لكم واحد الفلوق لان انا غير الويفيات تعلموا بغي يحط لي الفيديوهات معاك يكونوا ثقال المهم شربت القهوة رد العقل وأنا معكم